اتكلمنا مع حضراتكم في بداية حلقة النهاردة عن الميركاتو الأهلاوي اللافت للأنظار، وطبعا على الصعيد العالمي الفترة الأخيرة طبعا كل الصحف وكل المواقع الرياضية الدنيا كلها اتقلبت بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان. ده كان الفترة الأخيرة، لكن اللي استجد بقى واللي قلب الدنيا من جديد أو مرة تانية هو كريستيانو رونالدو. هنروح مع حضراتكم لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اللي أعلن بالفعل تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي. طبعا عودة كريستيانو رونالدو لفريقه السابق كلفت خزائن مانشستر يونايتد 28 مليون يورو لازم يدفعهم ليوفنتوس على أن يتقاضى اللاعب راتب سنوي يقدر بحوالي 30 مليون يورو لمدة عامين أو موسمين. بكده بيكون كريستيانو رونالدو رجع مرة تانية لمانشستر يونايتد، الفريق اللي شهد بداية تألقه بعد ما غاب عنه لمدة 12 عاما من الرحيل. لم يستطع الفريق الإنجليزي تعويض غيابه خلال هذه الفترة الطويلة. كريستيانو رونالدو ابتدى مسيرته مع سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل الرحيل عام 2003 لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو في ذلك الوقت، واستمر في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 مواسم قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني مقابل ما يقرب من 94 مليون يورو في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم في ذلك الزمان، ليواصل نجاحاته هناك قبل الرحيل ليوفنتوس الإيطالي عام 2018 مقابل 100 مليون يورو تقريبا. انت بتحب انت الارقام اللي اصل ارقام تخض يا ست الكل. وبعدين مفيش نقله من دي، مثلا ايه مفيش حاجه مثلا فك 20 30. طب هم هيدوك انت فلوس ليه من الصفقات دي؟ انا مش بتكلم عني، انا بتكلم عنه هو. بسم الله ما شاء الله وما يدونيش ليه؟ انت شفتيني في الملعب مبهر. طيب ماشي مبهر. على كل حال يعني برضو كريستيانو رونالدو لو اتكلمنا هو قدم كتير جدا لمانشستر يونايتد. خلينا كده بقى نقرا مع حضراتكم يعني قدم ايه تحديدا. هو لعب مع مانشستر يونايتد 6 مواسم تحديدا، حقق فيهم ايه؟ حقق 292 مباراة في مختلف المسابقات. سجل رونالدو بالأرقام كده أنا بقول لحضراتكم مع مانشستر يونايتد 118 هدف، منهم 84 هدف في الدوري الإنجليزي، صنع 69 هدف، توج كمان مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، ده كان عام 2008، الدوري الإنجليزي 3 مرات، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين. أنت معايا لسه؟ عشان لسه الموضوع طويل. العالم للأندية مرة واحدة، والدرع الخيرية الإنجليزية مرتين، وفاز على مانشستر فاز رونالدو مع مانشستر يونايتد كمان بجائزة أفضل لاعب في العالم، ده كان عام 2008 أكيد كلنا فاكرين يعني حاجة واسمه تاريخ عظيم جدا. ناس كتير جدا عايزة أقول لك يا كريم فرحانين بهذا الانتقال، زي ما بيقول كده رجع لبيته تاني. يعني كان ردود أفعال إيجابية كتيرة جدا على السوشيال ميديا. خلينا ننتقل برضو نعرف إزاي الصحافة العالمية سريعا كده كما مانشيتات برضو تناولت هذا الانتقال التاريخي زي ما بيتقال. خلينا نروح لفيرست بوست بيتكلم كريستيانو رونالدو ترانسفير اكسبلين، هما بيتم توضيح هنا هذا الانتقال يعني هاو مانشستر يونايتد بروت بورتوغيز سوبر ستار back to the old Trafford. ازاي عادوه مره ثانيه يعني لبيته زي ما بيتقال هذا النجم الكبير. وبيتكلموا كمان ان هو he's heading back to Manchester United الفريق the team that turned him into a global superstar. هو ده فعلا الفريق اللي خلاه يبقى نجم عالمي زي ما بيتقال. في برضو منشات يا كريم يعني لفت انتباهي، ممكن بص هو كله بيتكلم يعني مثلا give me sport برضو بيتكلم كريستيانو رونالدو ان مانشستر سيتي كان make huge transfer decision aimed man united links. انت عارف طبعا كان مانشستر يونايتد يعني حاطط عينه ويمكن برضو ده بيوضح تفاصيل اكتر في الخبر. بيتكلموا ان خلاص بقى مانشستر سيتي have pulled out of the race to sign كريستيانو رونالدو، يعني انسحب من السباق ان هو يحاول يخلي كريستيانو رونالدو يعني يمضي عنده according to الصحافة او to the journalist. يعني شيء كان إلى حد ما عليه علامات استفهام في الفترة اللي فاتت، كنا حتى اتكلمنا احنا في 10 صفر في الأهلي حول والتصريح كمان اللي كريستيانو بنفسه طلعه لما كان في جدل كبير جدا قبل لما كنا هنعرف بقى بالظبط مصيره ايه في النوادي العالمية، لما قعد يقول لازم تحترموا أسامي النوادي ولازم تحترموا تاريخي، أنا بتكلم دلوقتي وما فيش أي تصريح طلعته، لما يبقى في تصريح أكيد الصحافة كلها هتعرف. هو ما كانش مبسوط مع يوفنتوس بكل الأحوال، وعلى فكرة فعلا كان عايز يمشي من يوفنتوس. في كلام كتير على إن الرغبة كانت متبادلة بالمناسبة، هو عايز يمشي وهم فرهضوا من الفلوس الكتيرة اللي مضطرين يدفعوها له في المقابل كمان إن هو ما حققش معهم الإنجازات المرجوة، يعني ما قدرش ينافس بيهم ويوصل بيهم بقى للبطولات القارية. بس الحاجة الأكيدة إن الدوري الإنجليزي هيحلو. أيوة هو ده.